لكن اللي قدرت انها تتصدر قائمة فوربس لهذه السنة كـ highest paid female actress كانت سكارليت جوهانسون، وطبعا هذا عن دورها بلاك ويدو اللي قدمت في فيلم افنجرز انفينيتي وور، وكانت في المرتبة الاولى وحصلت على اكثر من 40 مليون دولار. هلا في شوية تغييرات بالنسبة للاكترسز، فانجلينا جولي تصدرت المرتبة الثانية، وجينيفر انستون جاءت بالمرتبة الثالثة، وإيما ستون اللي احتلت القائمة لاست يير بفضل فيلم لا لا لاند السنة طلعت منها. هلا بكره بترجع بتعمل فيلم جديد غير لا لا لاند وبترجع بتتصدر القائمة.